جاوبي. أنت بتعرف شو رح يكون جوابي؟ وجوابك هاد بجوز أعرفه. رح أجاوب وأنت رح تضل معي على طول يا ترى؟ أكيد على طول. على طول على طول على طول. اطلعوا، مانك متذكرة ستي؟ ها؟ تصرفات المنيحة؟ شوفي حالك شو عم تقولي؟ عطول عطول، شو هي عطول؟ أنا رح روح. وأنا جاي معي. وأنا كمان رح روح معهم، ماشي؟ وأنا رايح. من بعد اللي صار اليوم فهمت اللي عم تعمله وليش هيك عم تعمل كمان. ماليشكا، هاي البنت لاكشمي بلشت تقرب ابني ريشي لإلها. اليوم الطريقة اللي حكى فيها ريشي عنا وقف جنبها عم تخليني فكر بإنه هو. ماليشكا، اخطفي ابني ريشي تبعك من لاكشمي فوراً. تعرفي؟ أنتي أصلاً متأخرة كتير، لهيك لبقى تتأخري أكتر. عملي شيء قبل ما يفوت الأوان وتخسري كل شيء، مفهوم؟ بعرف عمتي، وهذا يلي بدي لكم يا أنتي وأمي. بس ما تأخرنا بالوقت. ليلي شو رح أعمل هلأ؟ بترجاكي ليلي. قلك ماليشكا، معقول نسيتي اللي قاله أيوش هداك اليوم؟ بنت حلوة وذكية كتير. هذا سلاحك ماليشكا، لازم تستخدمي. كيران، نحن ما في داعي نعلم ماليشكا هالشي. متأكدة إنه ماليشكا بتعرف منيح كيف تكسبه لابني ريشي. كيران، بدي أحكي معك شوي. يلا. دقيقة، شوفي هاي ريشي، مو طالعين كتير حلوين؟ شو قالوا لك ماليشكا؟ ارجعي مثل ما كنتي قبل وتقربي من ريشي كتير كمان، ما عاد في داعي تخافي، انتي مو لحالك. ايه بعرف حبيبتي، بس هذا بالفيندار. انسي بالفيندار، رح يروح لحاله. بتعرفي شو؟ وقت بتخلي ريشي يصدق انه انتي رح تعملي كل شي كرماله وكل هاد مشان حبك إله، حتى لو انفضحتي هو ما رح تفرق معه، لأنك وقتها رح تقلي له أنك عملتي كل هاد الشي لأنك بتحبيه وما بتستغني عنه، صح؟ آه، رح أتدرب شوي. شالو؟ شو صاير لك؟ انت منيح؟ كأنك موجوع كتير. ايه شالو، شو رح لك؟ انا موجوع ليكي، والوجع كتير قوي، كل شي بجسمي عم يوجعني، كل جزء فيه واجعني ومعذبني. شو بدي اقول؟ ما حدا مهتم لي وما بيسألوني ولا بيطعموني ولا بيشربوني، ما في حدا عندي. ايوش، شو هالحكي؟ عائلتك موجودة معك ولاكشمي ما بتتركك، هي عندك وعم تهتم فيك منيح، أنا متأكدة. إيه صح، إيه مزبوط، معك حق. بس كمان لاكشمي عندها شغل بالبيت والعائلة كبيرة كتير وبتهتم فيهم، لهيك شوفي رجلي مثلاً هي بحاجة تدليك. فيكي تدلكيهم؟ إذا فيكي تعي 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 لحتى تعملي لي تدليك. اي ايوش، انا كنت دغري اجيت بس اسمع، مو لاعمل لك تدليك لرجليك، فهمت؟ انا قلت لك انه كل جسمك عم يوجعك، بيجي دغري وبضغط لك على رقبتك، رح بلش لك من رقبتك، ماشي؟ لا 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 شالو، وقعتي بالفخ. قولي الحقيقه، ما صدقتي؟ ما وثقتي بحكي كله، صح شالو؟ شش، انت اذا خلصت حكيك رح سكر دغري، تمام؟ انت دقيتي لي، شوفي احكي. انا دقيت حتى اطمن عليك، هي كل القصه مو اكثر. واطمنتي؟ سلام.
استني استني شالو. ماشي منيح. انا رح قلك صرت منيح، تحسنت هلا ومبسوط كتير لانك طمنتي علي، يعني حالتي تغيرت بهذا الاتصال ولانك اهتميتي. شكرا لك، انا منيح. انتبه على حالك وبتمنى الطيب. ايه ايه شو شو في؟ هاي الامنيه تحققت وانا تحسنت دغري. انا كتير منيح شالو. بس انا مخي راح طار وقت حكيتك. تمام سلام. ايه باي. سلام. باي. ايه باي. سكري. سكر انت بالاول. شو؟ مين قال باي؟ قول مين قال بعدي. شالو. سيدات اولا. انت اذا مانك سيدة ماشي انا بسكر مو مهم. لا لا انا ماني حابة اصير سيدة، رح سكر. سلام. ممتاز. يا سلام. على فكرة ازعاجة لهالبنت بيسليني اكتر بكتير من الحكي معها. واسمها بيضحك. شالو هالو خالو شالو هالو، فيك تقول عليه اي شيء. ايوش انت منيح؟ بس انا بلا مخ، انا ليش حكيت معه بهي الطريقة؟ اكيد هلا اتحسن بعد ما ضايقني دغري. سخيف. انت شو عم تقولي؟ هاد الحكي لأيوش؟ لا توقفي معه وإلا بضربك. ها أنا واقفة معك وعم قلك تقولي لأيوش سخيف، فهمتي علي؟ إيه سخيف. احكي احكي شو صاير. انتي تحركي، انزلي هاي سيارة ابي. قلت لي سيارته لابوك وابي كمان بكفي غلظها، فهمت؟ بالبندر شو عامل بحالك؟ ليك بلا هالحركات من غير شي مزعوج. ليك مو شايف شو عملت بحالي مثلا؟ يعني انا اضطريت اتنكر بلباس مرة، المشاكل من امبارح لحقتني، كان معي سيارتين انضرب محرك وحدة والتانية واقفة بالكراج والشرطة ما عنواني وعم تلاحقني، بقى شو فيني اعمل؟ ايه شو بعمل؟ شو رأيك يعني؟ يلا خدني على بيتك يلا بسرعة. حاضر تكرم. دقيقة استنى، مو على بيتك، رح يصير مشكلة إذا وصلوا هدول الاثنين. مين قصدك؟ مين بقصد؟ هذا البطل ريشي وأخوه يلي بلا مخ أيوش. لاقي مكان وخدني عليه يلا. إيه شو هذا المكان يلي بدي لاقيه هلا؟ إيه حقيقتك بينت. أنت وقت يلي بتوقع بمشكلة بتبلش وينك بالفندر، بس اليوم وقت احتجتك خزلتني، مانو عدل. يلا